ينفع يحب الزهراء يعلى اصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشرح ان شاء الله تعالى بقراءة التوسل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا بتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمان. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمان، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدان يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدام، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن الحسين علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي
ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا هو الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن شاء الله نشرع بقراءة دعاء التوسل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمن،
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباطر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً
يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الغادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. سلوا حوائجكم فإنها تقضى إن شاء الله تعالى. وبلغ اللهم أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما من خصنا بأن نذكرهم: المرحوم صالح علي الحداد، والمرحوم سيد جعفر المزيدي، والمرحوم جمال صالح الحداد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي. إذا شئت النجاة يا الله فزر حسينا لكي تلقى الإله غدا قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات. الله.